بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في قناة رشا ونباتاتها. النهاردة هنتكلم على موضوع جديد، وهو موضوع فوائد القهوة للنباتات، وهل فعلا بواقي القهوة ولا القهوة الطازة هي الافيد للنباتات. ده اللي هنعرفه النهاردة من فيديو النهاردة عن القهوة. القهوة كل يوم احنا بيبقى عندنا فيه بقايا من القهوة متجمعة في البيت، ممكن نحتفظ بيها ونشيلها ونحطها في مكان فيه شمس لغاية ما تنشف وتبقى بودر بالمنظر ده. لكن لو هي طرية لسه بالمنظر ده، نستنى عليها يوم او اتنين لما تنشف وتتحول للمنظر اللي هو زي البودرة، زي حالتها الاولى اللي احنا كنا شغالين منها. ايه فوائد القهوة؟ القهوة بتحتوي على الفوسفور والبوتاسيوم وكمية قليلة من النيتروجين، وفيها كالسيوم ونحاس ومغنيسيوم. طب ده مفيد للزرع؟ مفيد للزرع جدا. ازاي انا اقدر استغل القهوة للنباتات؟ القهوة طبعا ديت نبات في الاصل، هو اساسا كان نبات وبيتطحن وبيتحمص واحنا بنستخدمه وبنشربه كمشروب القهوة اللي كل الناس عارفينه. طب ازاي استخدمه وما يكونش بيضر بالنباتات؟ اول طريقة لاستغلال بقايا القهوة ان احنا نحضرها مع الكمبوزيت. انا هنا عندي كمبوزيت كنت انا عاملاه في البيت، وممكن ازيد من خصوبة الكمبوزيت باضافة بعض من البقايا القهوة للكمبوزيت دوت، وكده انا هخليه الحموضة بتاعته عالية، لان القهوة مادة حامضية، البي اتش بتاعها حامضي. فطبعا عشان هي غنية بالفوسفور والبوتاسيوم، ودول بيعتبروا من المغذيات الاساسية للنباتات، فبنضيفها للكمبوزيت. بيفضل طبعا واحنا بنجمع البقايا بتاعه القهوه تكون البقايا بدون سكر، ده الافضل، وان احنا نعرضها للشمس لما تبقى ناشفه وتبقى بودر بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. ممكن يرش المسحوق دوت على النبات على التربه، بس بنرشه قليل منه، وممكن ندوبه في الميه ونزقي بيه النبات ونرش بيه الاوراق. احنا قلنا التفل بتاع القهوة دي او بقايا القهوة هي حامضي، فبالتالي يفضل ان احنا نزقي بيها النباتات الحامضية او اللي بتحتاج تربة حامضية، زي الفل وزي الطماطم وزي الورد والورد الهجين واشجار الفاكهة كمان، زي التوت والبنجر والخص والملفوف، كل دول بتحتاج لتربة حامضية. لو لباقي النباتات بنستعملها بحذر وبكمية قليلة. وممكن نرش القهوة على سيقان النباتات كده، هنا علشان لو في حشرات ولا حاجة تمنع هالي، فهي مكافحة لحشرة المن ولذبابة الفاكهة وقاتلة للديدان الخيطية اللي بتهاجم جذور النباتات. طيب الدراسات قالت ايه على القهوة؟ الدراسات قالت ان القهوة ديت بتوفر الرطوبة للنباتات عشان بتحتوي على نيتروجين وبتحتوي على كالسيوم، كمان بتعمل على زيادة الحموضة بتاعة التربة. وهكلمكم بقى في الحتة دي يعني ايه بتزيد من حموضة التربة. هقول لحضرتكم حاجة، القهوة فيها 9 احماض امينية، درجة الحموضة بتاعتها الدنيا اقل حاجة 4.85 والاعلى حاجة 5.10، فيها حمض الستريك واللينوليك والكلورونيجيك والخليك واللينيك واللاكتيك والماليك والفسفوريك والبلماتيك. العوامل دي بتأثر على درجة الحموضة بتاعة القهوة، وحضراتكم كمان درجة التحميص بتاعة القهوة بتأثر عليها، يعني لو القهوة اتحمصت على درجة حرارة عالية بتبقى درجة الحموضة بتاعتها عالية. كمان درجة الطحن، يعني القهوة كل ما اتطحنت وبقت ناعمة بقت درجة الحموضة بتاعتها عالية. ودرجة التخمير، يعني اللي بتتخمر على نار اهدى بتبقى الحموضة بتاعتها اعلى عن اللي بتتخمر على نار سريعة او القهوة السريعة. بتعمل ايه كمان القهوة؟ القهوة بتساعد على ادخال تهوية للتربة، ان هي بتزود التربة باكبر كمية من الاكسجين تدخلها لجذور النبات،
فبتخلي التربة متهوية. كمان القهوة بتجذب رائحة الجدان اللي موجودة في التربة، الجدان المفيدة اللي هي بتقلب التربة، لان هي تعتبر مغذي يعني مهم ومفيد ليهم. فالحركة بتاعت الجدان في التربة بتخليها تساعدها على ايه، على تهوية التربة، وبتبعد الحشرات مثل النمل والرخويات اللي هي القواقع والحلزونات والحاجات دي. القهوة كمان بتزيد من سرعة نمو النباتات وإبقائها خضرة، يعني بتحافظ على خضار النبات. اتفقنا ان اهم النباتات اللي بتحتاج، النباتات اللي بتحتاج تتغذى او تتسمد بالقهوة، قلنا الخس والملفوف والبنجر والطماطم والتوت والبازيلا والاشجار الفاكهة والورد الهجين. ممكن نستخدم بقايا القهوة اللي موجودة في الابريق، وممكن نستخدم القهوة الطازة، القهوة اللي لسه متخمرتش، وممكن نستخدم القهوة للبذور اللي لسه هنزرعها، علشان كمان القهوة فيها مضاد للبكتيريا، بتساعد على نمو النبات وبتحافظ على التوازن بالنبات. ليه بقى؟ لان هي غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس والفوسفور، وبتحتوي على كمية من النيتروجين زي ما قلنا، وبتمثل مصدر هام للمواد العضوية. برضو ليه بنسمد بالقهوة؟ لانها بتستخدم كمنشط للكمبوزيت اللي احنا وريناه لحضراتكم. ازاي نستخدمها بقى؟ ارشادات استخدامات القهوة ايه هي؟ بنستخدمها كمكمل طبيعي للنباتات اللي بتحتاج نيتروجين، يعني اي نبات عنده نقص في النيتروجين ممكن نستخدم القهوة كمكمل طبيعي، ويمكن اضافتها للتربة عند اعادة زرع الشتلات. الشتلات الصغننة اول ما بتطلع من البذور وتكبر شوية بنستخدمها معاها، وبنمزجها بالبذور لتساعد على الانبات، وبنرشها على السيقان لمكافحة الحشرات. وممكن نخلط بقايا القهوة ببعض قشور النباتات الجافة علشان تضاف كسماد. حضراتكم عارفين ان الورق الجاف بتاع النباتات فيه نسبة من النيتروجين، والقهوة فيها نسبة قليلة من النيتروجين، وده مهم جدا للنباتات. بنستخدمها برضو لنبات عباد الشمس عشان يصبح اطول ويصبح اقوى. في دراسات كتيرة بتقول لك القهوة المخمرة افضل من القهوة الطازة، يعني القهوة اللي احنا شربناها دي قهوة احنا شربناها والتفل بتاعها ده سبناه في الشمس لما نشف وبقى بودر بالشكل دوت، وبنستخدمه في الكاسيمين. وممكن نخلطه باوراق الشاي اللي هي اكياس الشاي علشان نخليه السماد بتاعنا غني بالمواد العضوية. في كمان حاجة مهمة قوي، ان احنا بنضيف القهوة قبل المطر ليه؟ علشان تبطئ من اطلاق النيتروجين وتجعل التربة متوازنة، كمان القهوة بتبعد الارانب وبتبعد القطط عن الحديقة وعن النباتات. ولو ضفنا ليها كمان بعض من قشور البرتقان، الحاجات دي مش بتحبها لا القطط ولا الارانب فتبعد عن الحديقة بتاعتنا. كمان برضو القهوة بتستخدم عند زراعة المشروم، بتتحط على الفطر والفطر بيطلع عليها لانه بيحتفظ برطوبة التربة، فبيقعد مدة طويلة الفطر محتفظ بالرطوبة. القهوة الخشنة بيقولوا افضل، بس انا شايفة ان لو هنستخدمها عشان نزود الحموضة لازم تكون القهوة ناعمة قوي، علشان خاطر كل ما هي بقت ناعمة كل ما كانت درجة الحموضة بتاعتها بقت اعلى. وبس كده، كل حاجة ده كده عن نبات، عن التسميد وفوائد القهوة للنباتات. القهوة غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والنحاس وقليلا من النيتروجين، وهي وسط حامضي. نستخدمها بالطريقتين، لو هنرشها كبودر كده حوالين النبات، او نخلطها بالتربة على وش التربة، يعني ممكن نحط كده كده وهنخلط كده على وش التربة، وممكن نزقيها
ندوبها في كوباية مية ونزقي بيها النباتات، وممكن نحطها على الكومبوزيت زي ما شفنا مع حضراتكم. ده كل حاجة عن التسميد بتفل القهوة وازاي نستغله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة رشا ونباتات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.